يعني هاي المشكلة مو بس معي، المشكلة مع كتير جرحى صارت. يعني العنصر يوم اللي بنضرب الفصيلة عم بتخلى عنه، وأنا كنت واحد من هالأشخاص. قطع عني كل شيء، الراتب، كل شيء، حتى تركيب الأطراف الصناعية ما اعترف فيها. أنا اسمي مسلم مسلم، عمري 29 سنة، مهجر من مدينة حلب. في أحد المعارك في مدينة حلب تعرضت لإصابة، طبت قذيفة علي أدت لبتر الطرفين السفليات عندي أقدامي، وعلى أسرة انتقلت للمشفى في مدينة حريتان. من مدينة حريتان دخلت إلى ولاية كلس في تركيا، أدت بترولي أطراف في عمل جراحي. كان شيء صعب ولكن الحمد لله الله أعطى والله أخذ. يعني طلعت من المستشفى، رجعت إلى مدينة حلب، ما حسنت أترك المدينة. يعني الإنسان غالي عليه وطنه وبلده. رجعت للمدينة، حاولت أشتغل في المجال المدني، يعني كان شوي صعب علي، يعني بسبب إعاقتي كان صعب، يعني ما حسنت أكمل. بقيت في مدينة حلب، حضرت الحصارين، حصارين مدينة حلب، تهجرت بالباصات إلى مدينة إدلب. من مدينة إدلب دخلت إلى تركيا، رجعت. يعني الفصيلة اللي كنت مع، بغض النظر، يعني هاي المشكلة مو بس معي، المشكلة مع كتير جرحى صارت من الجيش الحر. يعني العنصر يوم اللي بنضرب الفصيلة عم بتخلى عنه، وأنا كنت واحد من هالأشخاص. أنا فصيلي ما يعني تخلى عني بهالموضوع، لا تركيب أطراف صناعية، لا يعني تأمين لحياتي أو لأهلي لعيالي، لا لا لا، ما تدخل بهالموضوع طاول. قطع عني كل شيء، الراتب، كل شيء، حتى تركيب الأطراف الصناعية ما اعترف فيهم. هذا اللي صار معي، وأنا مثلي متايل، يعني مو بس أنا، يعني في لي أصدقاء عندهم ضربة بالنخاع الشوكي، يعني مثلهم لهلا باركين وما حدا سائل عليهم. حاولت أتواصل معهم ما كان عبس، يعني بصراحة يضحكوا علي على اليوم بكرة، ما في مصاري، ما إجانا مصاري على هذا ومثله. حاولت كتير أطلع أوروبا أني أركب أطراف ذكية كذا، كان صعب جدا علي. تهريب أنا ما بحسن بطلع، وبشكل نظامي للأسف يعني ما حدا رأى بفضل يطلع علي. يعني اليوم أنا أب لطفلين، متزوج، يعني أميتي أني أشتغل بصراحة. بدي، ما أحتاج حدا، بدي أأمن قوت أولادي، حليبهم، مستلزماتهم، مستلزمات بيتي، إيش بلزمني، ما أكون بحاجة لحدا وأكسر نفسي لحدا وأترجف ناوي عن تان لحتى أنه يساعدني. يعني بغض النظر لو كان عندي أنه عربي أني أبيع عليها خضرة على موتور أو شيء، يعني ما في مشكلة، كان يعني بطلع بتنقل، يعني أنا وبيرك على الموتور، يعني بحسن بشتغله. إما سبحان الله هي اسمتنا.